العشق والولاء والانتماء كلمات يترجمها الإنسان أحيانا إلى أفعال قد لا تكون مفهومة لدى من لم يعايش أو يدرك التفاصيل الصغيرة والمهمة، لكنها عند المحب والمريد واجب تجاه مصدر عشقه ودليله إلى النور. أعزي نفسي أول ثم باقي الناس، إذا مو إلكم أكتب شلي بشعري، علمني أحب الله ونبيه وأحب آل البيت، ويا سيد حسيني وندن المبري، البقى براسنه السيد المعيوب، سيدنا ونبيع أرواحنا ونشري. وفاة مرشد الطريقة القادرية الشيخ محمد الشيخ عبد الكريم الكسنزاني كانت شديدة الوطأة على أتباعه، فكان هول الصدمة كبيرا عليهم لمكانة الرجل في قلوبهم وعقولهم وتأثرهم بشخصيته. شيخ طريقة عظيم، خدم العلم والعلماء، خدم الفقراء والمساكين، خدم كل ما المهجرين المشردين، كان هو المأوى لكل هؤلاء. ذلك الولاء والعشق لا تقف في طريقه أي حواجز أو موانع أو صعوبات. لذلك قام الآلاف من أتباع الشيخ الكسنزاني ومريدي طريقته بالدخول إلى إقليم كردستان قادمين من إيران سيرا على الأقدام لمسافات طويلة عبر منفذ باشمخ الحدودي بمحافظة السليمانية. المتوافدون دفعهم الحماس إلى المشاركة في مراسم تشييع وعزاء الشيخ الكسنزاني، إضافة إلى قدوم المزيد من الأتباع من داخل السليمانية ومختلف المحافظات. هذا الحدث صراحة يعني فقدان حضرة السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزان الحسيني قدس سره الشريف يعني ترك فراغا كبيرا، فهو مرجعا روحيا كبيرا، رجل يتمتع صراحة بشخصية فذة وعظيمة، وصاحب علاقات كبيرة وواسعة جدا ومن مختلف الاتجاهات والثقافات وحتى المراكز الثقافية وسواء أو الاجتماعية. الصور المنقولة من الحدود وقرب التكية الكسنزانية بالسليمانية كانت واضحة وجلية، وأظهرت تعلقا من الدراويش والمريدين بمرشد الطريقة الكسنزانية وتحملهم في سبيل ذلك جميع الصعاب والمخاطر، ليكون حضورهم تجديدا لعهد الوفاء ووعدا بالاستمرار على الدرب والمسيرة.